أهلا وسهلا أهلا فيكم وسهلا. والسلام عليكم. اليوم راح نساوي شجرة الصنوبر بالوجه الأمامي، راح نبلشها نحن وأنتو سوا. على الوجه الأمامي بتتركي مثل ما بدك، على الحافة. أنا هي مسطرة تاركي أربعة، بعدين بتلفي الخيط لفة على لفة، لأنه بدي أشتغل بعد منها خلفيات. تشتغلي وحدة تنتين ثلاثة خلفيات، تنزلي الخيط وبتاخدي اتنين مع بعض بدون شغل، والتالتة بتشتغليها، بعدين الاتنين اللي اخدتيهم بدون شغل بترفعيهم فوق اللي اشتغلتيها بتنزليهم، ترجعي بترفع الخيط وبناخد ثلاثة خلفيات. بعد منها ثلاثة خلفيات، بعد منها الخيط بتتركيه هيك وبتشتغليه أمامية. بتكوني تاركة بين الوحدة والوحدة 10 غرزات أمامية إذا بدك تطلعي أكتر من وحدة. أنا هلا بس طلعت وحدة لمشان الوحدة، مثل يعني اتنين تلاتة نفس المبدأ. بتدور السطر الخلفي ما في شي، الأمامية أمامية والخلفية خلفية، مع بس اللي لفيناها بدنا نشتغلها غرزة مثل ما يعني مع الأماميات. الرسمة كتير سهلة، هدول الخلفيات بنعملهم أماميات هو. هاي خلفية بالنص، هدول ثلاثة أماميات. هذا السطر الأول من الرسمة، هون خلفيات، خلفية خلفية، والأمامية أمامية، واللفة خلفية كمان عشان تطلع أمامية. هلا السطر الثاني، هذا السطر الأولاني. السطر الثاني مثل الأولاني، بس هلا شوفوا شو بدنا نعمل فيه. هاي ثلاثة وهاي أربعة، هاي لفيناها صارت غرزة. بعد منها برجع بلف الخيط، بشتغل أول وحدة خلفية مثل ثلاثة، وعندي اتنين كمان بشتغل التانية. نزل الخيط، باخد الخلفية مع الأمامية بدون شغل، بشتغل الخلفية اللي بعد منها بشتغلها أمامية، وباخد اتنين اللي أخدتهم بدون شغل، الاتنين صبايا بدون شغل هدول، بحطهم فوق اللي اشتغلتها بنزلهم يعني هيك. برجع بشتغل، فضل عندي اتنين خلفية. طبعا بترك الخيط هيك وبشتغل أمامية، بصير هون عندي لفة، هون عم زيد غرزة وهون عم زيد غرزة، بداية الرسمة ونهاية الرسمة بلشت توضح عليكم. هدول أماميات، والسطر الخلفي ما في شي، رح خلص وارجع لكم. وهلا بعد ما خلصت رح نعمل السطر الثالث. طبعا من هون عم يزيدوا معنا صبايا بلفة الخيط، عم يزيدوا معنا. بعد ما بكون انا مشتغلة هون برجع بلف الخيط قبل بداية الرسمة. كانوا معنا ثلاثة خلفيات صاروا اتنين، هلا صاروا بدي اشتغل وحدة، وهي الخلفية مع الامامية مثل ما عملنا بالسطر الماضي، بدي اخدهم بدون شغل. بشتغل هاي امامية، برجع بنزل اتنين اللي ما اشتغلتهم، بشتغل خلفية، بترك الخيط هيك صبايا وبشتغلها أمامية عشان عوض اللي خسرته من هون ومن هون، ورح تابع بشغلي. هلا عملنا 3 سطور، هذا السطر الرابع. نلف الخيط وناخدهم بدون شغل، نشتغل آخر غرزة يعني عنا، وبناخدهم الاتنين مع بعض،
الاثنين مع بعض، بنلف الخيط لفوق وبنشتغل. هيك بتكون انتهت معنا اول شجرة مبينة واضحة بإذن الله. يعني سطر بيكونوا ثلاث غرزات خلفيات. أول شيء بنختم بدون ما يكون في عنا بس ثلاثة، أول سطر مثل ما شفتوا، ثاني سطر ثلاثة خلفيات، اثنين خلفيات بوحدة خلفية، بعدين بناخدوا الثلاثة مع بعض، وبعدين هيك بتكون يعني انتهت الرسمة. صبايا رح فرجيكم هون صبايا، عملنا اول شي ختمنا باول دور نحن عم نأسس، بعدين بيكون عنا ثلاثة اثنين بوحدة، بعدين الثلاثة بناخدهم مع بعض. خلصنا هون بنطلع عجناب وبنتركها بالنص. اول شي انا مطلعة هون اثنين، هون وحدة، هون اثنين، وهيك هلا بيطلع معنا وحدة هون تينتهي العمل تبعنا مثل ما ابتدينا، بنعيدهم وبنكررهم. رسمة كتير سهلة، وان شاء الله هيك تشوفوها حلوة وتعجبكم. واهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم، وشكرا للمشاهدة تبعيتكم.